من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لا نكد ولا هم ولا غم ولا كرب عظيم، حياة كريمة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة كفاية أن ربنا راضي عنك، كفاية أنك مطمئن، حياة طيبة. طيب ما حصلش كده هيحصل إيه؟ هات الآية بقى بتاع سورة طه عكسها تماما، ومن أعرض عن ذكري ياه فإن له معيشة ضنكة. تسأل واحد كده حالته تعبانة أقول لك أخبار الحالة إيه؟ يعمل لك كده ضنك يا أخي، حالة ضنك. شوف ربنا بيقول لك إيه؟ حياة معيشة ضنكة. خلاص بقى ما دام ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليك لأنك بعيد عنه، منتظر إيه؟ ضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى ولم فتحه وقد كنت بصيرة. انفتح لكن أعمل بصيرة والعياذ بالله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لم تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا.